أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليه الحسن بن علي، حسين بن علي، صلوات ربي على حسين العابدين، صلوات ربي على أئمة المعصومين، صلوات ربي على صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه، الخضر يا أخو محمد أيام صل على محمد وآل محمد. فلما دخلت في الشهر التاسع كانت لا تجد ألما ولا وجعا حتى كان اليوم الرابع من شهر شعبان، فانتبهت من نومها وإذا قد دخل عليها أمير المؤمنين ابن السرور، وأظن أنك تلدين بغلام ميمون مبارك. فخرج عنها أمير المؤمنين ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وإذا قد أتاها النساء فنادت بزينب وأم كلثوم، فأتينا وجلسنا عندها، فجاءها المخاض فسهل الله عليها ولادتها، وكانوا قد أتينا لها بقابلة فجلست عن يمينها بحضور زينب وأم كلثوم ابنتا أمير المؤمنين ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد أشرق من وجهها نورا شعشعاني ساطعا إلى عنان السماء، فبينما هي كذلك استعدوا القيام، فبينما هي كذلك حتى أتاها ما يأتي النساء، فأجاء المخاض ودون أن تشعر بألم ولا وجاء، وإذا هي قد ولدت أبا الفضل العباس. الخضر يا أبو محمد بليض الله، هلت الأفراح والدنيا زهية، أبو فاضل فضل رب البرية، فرحة الأملاك بولادة البار،
تصير هل هلت لولادة راعي الفضائل. الله صل على محمد وآل محمد. حوي بشرون حلال المشاكل يا علي، فرحة الولدان في الجنة العليا أشرقت الأنوار في سابع السماء يوم الدوب ابن حامد حمل مريم وسارة يهنوا فاطمة ونور يشعل إلى الشمس المضيئة. سطع منه نور يوم ولادته والنجيب اختب صدرها ضمته ولنه الحسنى بيديها التحية. الله صل على محمد وآل محمد. سلم عليها واخذ ابنه يشوفه حطه بحضنه ويتمايز وصوفا ظل يقبل وجنته ويرسم جفوفا عاين الوجنه مثل ورده النبيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سموه البطل عباس نزهر قاضي حاجات راعي علم الاخضر بنتي وسل فيه في الدنيا ما يخسر واللي يريد مراد يعطيه الشفية. الخضر يا ابو محمد يا الله وجهك.